السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الدارسين والدارسات لطلاب جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، يسعدني أن ألتقي معكم اليوم في المحاضرة الأخيرة والمراجعة لمقرر المحاسبة في المؤسسات، المالية الإسلامية حسب 425 والمقررة على طلاب المستوى الثامن أو على خريجي قسم المحاسبة إن شاء الله. ماشي؟ حسب 425. المحاضرة الأخيرة إن شاء الله حضرات، كما اتفقنا أنني أسمع منكم أي استفسارات وبإذن الرحمن أحاول أن أنا أجيب لكم عليها. إحنا طبعا الحمد لله حضرات خلصنا ما هو ربنا يسر به علينا في المحاضرات السابقة، وأسمع منكم ما هي استفساراتكم بخصوص هذا المقرر، وهذا المقرر لا يزيد عن مقرر محاسبة واحد، واللي هي عبارة عن قيود يومية وعمليات جدية وتصوير حسابات ختامية. تمام؟ فأسمع منكم يا حضرات أي استفسار وأرد عليه. نسمع منكم أي استفسار ونرد عليه إن شاء الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرات جاهز لأي إن شاء الله يعني لأي استفسار. ماشي؟ ومنتظر استفساراتكم وبإذن الرحمن أجيب لكم عليها إن شاء الله. دكتور راجع معانا المهم بالمنهج، سؤال صعب. دكتور احب اشكرك. ماشي، في الزوج والاخلاق. بارك الله فيك وفيكم، يا رب يوفقنا واياكم لما فيه الخير. يا شباب انا كل اللي انا قلته هو المهم، انتوا المصطلحات ماشي، المصطلحات حاضر، انا اجيب ورقة وقلم اهو وابدأ معاكم في المصطلحات. ماشي، المصطلحات، القيود كثيرة، القيود محاسبة مالية، القيود محاسبة واحد يا شباب، القيود هي محاسبة واحد، القيود هي محاسبة أصلا، وما فيش أي إضافات عليها أكتر من محاسبة، يعني أصول المحاسبة. ايوه تمام. ماشي، انا اسمعكم وهجمع كل اسئلتكم وارد عليه. ماشي،
أنا بجهز لكم في ناخد حضرات من ناخد من المحاضرة الأولى مصطلح واحد أهو موجود اللي هو Islamic Financial Institution، ماشي؟ ده المصطلح الأولاني. ناخده من المحاضرة، في محاضرة تانية اهي هاخد منها كاش اند كاش ايكويفلنتس، كاش اند كاش ايكويفلنتس، ماشي؟ وهاخد نت انكم او نت ايرنينج. وهاخد الحضرات، مش هيبقوا كتير هم، انا عموما بعمل لهم كابي اهو. دكتور جزاك الله خير، اطرح بعض اسئله النظري. طيب ماشي، حاضر حاضر حاضر. اصطلاحات المصطلحات، انا شغال حضرات حصر في المصطلحات. حاليا عملت 4 أو 5 مصطلحات. ماشي حاضر. يا حضرات، اللي هو مصطلح تاني اهو انا اقول لكم عليهم، اللي هو بانك جرانتي ليتر. وكده 5، مش كتير هيبقوا يعني. ايوه حاضر حضرتك، انا معكم. المصطلحات باقي محاضرتين ثلاثة بس. ايوه برضه في ريسيفابل مرابحة، ماشي سهلة برضه اهي.
المصطلح الأول يا حضرات هو بس انا كملت لهم كابي بيست مش هيوصلوا عندكم حاجة، برسمهم لكم على المنتدى. ممكن انا عملت لهم حصر اهو، ايوه 1 2 3 4 5 6 7 8. بص يا حضرات، المصطلحات هم الآتي، ما اعرفش لو كتبتهم لكم اشرا تنزل لنا تنزل المصطلحات في المنتدى عشان الوقت اذا سمحت. ماشي خلاص، هم المصطلحات انا بس هقولهم عشان اللي عايز ياخدهم حتى كتسجيل يبقى ياخدهم ماشي، واللي عايز يكتبهم. اول مصطلح عطارات اللي هو توتال سيلز ريسيفابل فيوتشرز. المصطلح الثاني حضرات ريسيفابل مرابحه. المصطلح الثالث حضرات بانك جرانتي ليتر. المصطلح الثاني اللي هو توتال انفستمنت. مصطلح ثاني حضرات ريتيرن اوف انفستمنت. مصطلح تاني حضرات نت انكم او نت ايرننج. المصطلح اللي بعده حضرات كاش اند كاش ايكويفلنتس. المصطلح الاولاني اللي احنا قلناه مع بعض اللي هو اسلامك فاينانشال انستتيوشن، دول 1 2 3 4 5 6 7 8 مصطلحات فقط ماشي خلاص ماشي. دول حضرات المصطلحات انا قلتهم، وربنا يا رب يكرمني ابعتهم لكم على المنتدى ان شاء الله. انا هعمل اهو، هعمل لهم عندي اللهم صل على اسلامك هو واحد بس عشان انا ما انساهمش، اسلامك وبعديها نت ماشي حضرات. دكتور اذا اشترى المصرف بضاعة لبيعها بمرابحة ب 100,000 ريال والمصروف مبلغ 80,000 ريال وقيمة البضاعة بالسوق مبلغ 95,000 ريال، اذا كان الوعد ملزم كم تقيم، واذا غير واذا غير ملزم كم تقيم؟ اشكرك اشكرك يا اختي الكريمة. اذا اشترى المصرف بضاعة لبيعها مرابحة بمبلغ 100,000 ريال، يبقى اذا حضرات الشراء ب 100,000 اللي هو الشراء اكتبها بس ب100,000 ماشي. والمصروفات بمبلغ 80 وفيها حضرات مصروفات 80 يعني 180,000 ماشي. وقيمة البضاعة بالسوق بمبلغ 95، خلي بالك انت هتكلم في 180 وبعدين وقيمت بمبلغ قيمت بمبلغ 95,000 ريال تمام. إذا كان الوعد ملزم كم تقيم، وإذا غير ملزم كم تقيم؟ الوعد ملزم 180، الوعد غير ملزم، الوعد ملزم 180، الوعد غير ملزم 95. ممتاز الرد صح، بس ليه؟ هذا حضرات يحدث عندما يشتري البنك بضاعة ويأتي عليه نهاية السنة المالية ولم يسلمها إلى العميل، فيضطر حضرات أن يظهر هذه البضاعة في قوائم المرك قوائمه اللي هو في المركز المالي يعني. فإذا كان الوعد ملزم، فإذا كان الوعد ملزم فلا تأثير لانخفاض الأسعار، تقيم كما هي. أما إذا كان الوعد غير ملزم فتقيم بالقيمة الأقل ويعمل مخصص ويتم تحميله لحساب الأرباح والخسائر.
شكرا. ها ايه تاني؟ يا شباب ماشي، عفوا تحت امركم بس بسرعه، حدد لنا المصطلحات اللي انا يعني اريد، سوف ارسل لكم المصطلحات. انا عملت 8 مصطلحات وقلتهم في المحاضره، ممكن تاخذيهم مسجلين او انا ارسلهم لك. حددتها يا اختي الكريمه، حددها. حاضر حددتها اهم، انا عندي ما زالوا مكتوبين حضراتهم. توتال توتال سيلز ريسيفابل فيوتشر، ريسيفابل مرابحه، بنك جرانتي ليتر، توتال انفستمنت، ريتيرن اوف انفستمنت، نت انكم او نت ايرننج، كاش اند كاش ايكوفلنتس، اسلاميك فاينانشال انستتيوشن. ماشي انا اتفقت معاكم يا حضرات انه المحاضره اليوم للرد عليكم، بس انا عندي اسئله كتير. ماشي، انا عندي 450 سؤال ممكن اطرحهم عليكم، بس انتوا تستفيدوا. دكتور ابراهيم اسئله نظري ونجيب معك، الله يحفظك. انت كريم، انا كريم، لا مش وانتوا تستحقون اكثر من ذلك. حد له اي استفسار؟ بعض الاسئله المهمه، جزاك الله خير. نعم ماشي، انت حد ثاني؟ أجيب البنك الأسئلة فين؟ أختار لكم محاضرات أهو، ممكن من كل من كل من كل لا تستثني، لا تستنى تطرح علينا أهم الأسئلة النظرية إذا سمحت. لا تنسى، يمكن تقصد لا تنسى، مش رايك تنسى. حاضر 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 يا فندم، صوتي عالي اهو. هاخد يا حضرات من كل حلقه وليكن انا قدام الحلقه كل مؤسسه ماليه مصرفيه تتقبل الاموال وفقا لقاعدتي الخراج بالضمان والغرم بالغنم هي المصارف الاسلاميه. ماشي، ان المصارف الاسلاميه لا تتعامل بالفائده الف ايا كانت صورها واشكالها اخذا وعطاء بطريقه مباشره غير مباشره كل ما سبق. طيب، يحق للمصرف الاسلامي ان يمارس اي نشاط وساطه ماليه بشرط عدم مخالفته للشريعه الاسلاميه. صح ولا غلط؟ طبعا صح. يحق للمصرف الاسلامي ان يمارس اي نشاط وساطه ماليه بشرط عدم مخالفته للشريعه الاسلاميه. صح ولا خطا حضرات؟ صح. الاهداف الماليه للمصارف الاسلاميه ليست من ضمنها. جذب الودائع وتنميتها، تحقيق اقصى ارباح ممكنه بغض النظر عن مجال الاستثمار، تحقيق عائد مناسب لاصحاب المدخرات، استثمار اموال المصرف. الاهداف الماليه للمصارف الاسلاميه ليست من ضمنها، اللي هي حضرات ليست من ضمنها، حد قال به يعني المقصود بها اللي هي تحقيق اقصى ارباح ممكنه. احنا قلنا حضرات يحق للمصرف الاسلامي ان يمارس اي نشاط. طيب لو قلنا حضرات يحق للمصرف الاسلامي ان يمارس اي نشاط وساط اي نشاط وساطة مالية بشرط الف وجود سيولة مالية، ب تحقيق ربح، ج عدم مخالفته للشريعة الاسلامية، د عدم تحقيق خسارة. اللي هي عدم تحقيق خسارة. ماشي، بيع يطلق عليه البيع الفوري الحاضر الثمن الآجل البضاعة،
بيع يطلق عليه البيع الفوري الحاضر الثمن الآجل البضاعة اللي هو السلم، صح. أوجه التشابه بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية أن كلاهما يهدف إلى تحقيق ربح. لألف ب يهدف إلى يعد وسيطا ماليا بين الطرفين ويتبعان في هذه الوساطة الأعراف المصرفية. جيم يخضع لرقابة مالية من قبل المصرف المركزي أو مؤسسة النقد. دال كل ما سبق، صح. بسم الله ما شاء الله، نحن كرمان خالص. ضمن مقومات النظام المحاسبي والخاص بالبنوك الإسلامية وجود كوادر إدارية مؤهلة. ألف ب وجود كوادر بشرية مؤهلة. جيم وجود بنية أساسية وأجهزة وبرامج. دال الالتزام بمبدأ النضوض، صح. بأمانة صح. يتم التحقق من النقدية في قسم الخزينة الرئيسية في نهاية اليوم من خلال المعادلة التالية. يتم التحقق من النقدية في قسم الخزينة الرئيسية في نهاية اليوم من خلال المعادلة التالية. الرصيد الدفتري آخر اليوم يساوي. الرصيد الدفتري آخر اليوم يساوي. رصيد النقدية في بداية اليوم زائد مجموع النقدية نقط خلال اليوم ناقص مجموع النقدية المنصرفة خلال اليوم. الخيارات لملء النقط: المدفوعة، المستلمة، المستحقة، المنصرفة. والله خليك إجابتك ولا إجابتك نهائي؟ لا، المستلمة يا أختي الكريمة، المستلمة. يتحقق الإيراد في عقود المعامل في عقود الايه يتحقق الإيراد في عقود المعاملات الشرعية بالبيع، إلا أن المضاربة الشرعية كحالة خاصة تحقق الإيراد فيها طبقا للأساس النقدي. ممتازات وممتازين، صح. طيب يا شباب، أنا أنتوا قلتوا لي نظري، فأنا بجيب لكم نظري من الحاجات اللي هي البنك. لو حد عنده أسئلة يتفضل بيهم، ماشي؟ ممكن المصرف عطينا المهم يا شباب، ما هو احنا طول الفصل بنشرح بنعمل يعني هو اسمه مساندة.
مساندة، ماشي. فاحنا بنوضح لكم بعض النقاط، لكن المنهج كله معكم والكتاب معكم والمذكرة معكم. الزيادة في رأس المال تعتبر ضمن الأنشطة، الزيادة في رأس المال تعتبر ضمن الأنشطة، هل التمويلية أم الاستثمارية أم التشغيلية؟ تمام، ماشي، تمام. يتم العرض والإفصاح عن المضاربة في القوائم المالية للمصارف الإسلامية بإظهار إيرادات المضاربة في قائمة نقط، وتمويل بالمضاربة يظهر في قائمة نقط. الاختيارات: ألف المركز المالي، المركز المالي، ب المركز المالي قائمة الدخل، جيم قائمة الدخل قائمة الدخل، د قائمة الدخل قائمة المركز المالي. الإجابة كانت، أنا قلت الإيرادات في قائمة الدخل صح، والمتمويل بالمضاربة في المركز المالي صح، مظبوط يا شباب، ماشي. كان على عهد العملاء مرابحة بمبلغ 30,000 ريال سددها قبل الموعد، وحصل على خصم تعجيل دفع 5%، وكانت الأرباح المؤجلة منها 6,000، تعتبر الأرباح المحققة في هذه العملية كام؟ كان على عهد العملاء مرابحة بمبلغ 30 سددها قبل الموعد، وحصل على خصم تعجيل دفع 5%، وكانت الأرباح المؤجلة منها يعني من دخل هذا القسط 6,000، هذه الحالة تعتبر الأرباح المحققة فيها كام؟ أربعة خمسمية. والله ممكن يكون كلامك صح، على أساس إن إحنا قلنا 30 في 5% سوى 1,500، ضعها من 6,000. شكرا لك، شكرا لك نهاد نورة، بسم الله ما شاء الله ممتازات. هنا اشوف لكم حاجة في الهيئة. قيد يومية حضراتكم 3772 من حساب النقد الأجنبي شرط العملات الأجنبية إلى مذكورين، 3752 حساب النقدية، 20 حساب العمولة، ش
شراء المصرف 1000 دولار نقدا وسعر التحويل نقط ريال للدولار وعمولة البنك 20 ريال. ماشي. الخيارات 3.752، اختيار ألف، ب 3.775، ثلاثة فاصلة سبعة اثنين سبعة. السؤال الأخير 3.772. مش عارف صح يا شباب. 3.772. هاي 3.772 صح. لا هو هنا ايه اللي حصل؟ هو بتقول هنا نجمع العمولة مع النقدية صح؟ هو هنا اصلا البنك اشترى عمولة، اشترى عملات اجنبية، فهو اشترى المصرف 1000 دولار نقدا ماشي. فهو لما اشترى 1000 دولار قال من حساب النقدية 3772، ليش عمولة؟ سعر التحويل بس. نهاد مش فاهم انا ليش عمولة. نقسم النقد الاجنبي على شراء المصرف. يا اختي الكريمة هو المصرف اشترى 1000 دولار. ايوة السؤال كان سعر التحويل بس. السؤال كان عن سعر الصرف. اشترى 1000 دولار، سجل القيد قال ايه؟ من حساب النقد الاجنبي. ماشي. لو انا هبص هلاقي البنك اشترى من حساب النقد الاجنبي الى 3772 الى مذكورين، دفع نقدا 3752 وخصم عمولة 20، العمولة تعتبر ايراد للبنك، وطلع من النقدية عنده 3752. طيب يبقى اذا ال1000 دولار البنك دفع فيهم كام؟ يعتبر دافع 3772. لو خدت 3772 قسمتهم على 1000 هيديني الاجابه اللي حضراتكم تكرمتم وقلتوها اللي هي 3.772. ماشي. خلاص ولا فيها استفسار ثاني يا شباب؟ خلاص ولا فيها استفسار ثاني يا شباب؟ اسمعكم انا او يعني انتظر كتابتكم. انتظر كتابتكم او كتابتكم. مش اللغة العربية تبقى قوية يعني. طيب حاجة تانية اهي عن الصرف. طلب احد العملاء شيك سياحي بالدولار بمبلغ طلب احد العملاء شيك سياحي بمبلغ 1500 دولار، نفذ البنك العملية وسعر التحويل كان 3.764 ريال للدولار وبلغت العمولة 20 ريال، وخصم البنك من حساب العميل قيمة الشيك والعمولة مبلغ قدره نقط ريال. ألف
4656 ب 6656 ج 5646 د 5666. أنا ما أعرفهاش والله، يمكن أحلها الآلة الحاسبة معايا، يمكن أشوفها وأحلها. هو أصلا سعر التحويل 3000، يبقى هاخد 1500 أضربها في 3.764764 تساوي 5646، وبعديها في 20 تبقى 666، لا 5 3 6. شكرا نهاد، شكرا مسعود، لكن الحل 5 3 6، لان احنا لو خدنا 1500 اللي هو طلع بيهم الشيك ضربناهم في 3.764 هيطلعوا ب 5646 دولار، ونضيفوا عليهم العمولة. ماشي، خلي بالكم يا حضرات، خلي بالكم في حكاية العمولة دي. ماشي، انا ببيع، يعني اعتبر انا ببيع عملة، البنك بايع عملة يا حضرات. ماشي، فهنا البنك لما بيبيع العمولة بتضاف، والبنك لما بيشتري العمولة بتخصم. لازم تكون واضحة يا شباب، لما البنك يبيع العمولة تضاف على المبلغ، لما البنك يشتري العمولة تخصم من المبلغ. لما البنك يبيع العمولة تضاف للمبلغ، لما البنك يشتري العمولة تخصم من المبلغ. كررتها حوالي 5 مرات. ها، ماشي. طيب، بارك الله فيكم. ايه تاني يا شباب؟ هي يا الله، فين إذا كان البنك صانعا ومستصنعا والعقد مع الصانع الأصلي بمبلغ قدره 700,000 ريال ومدة العقد سنتان، والعقد مع العميل أو المشتري بمبلغ 850,000 ريال، وبلغت نسبة الإنجاز في السنة الأولى 75%، في هذه الحالة يكون ربح السنة الأولى، في هذه الحالة يكون ربح السنة الأولى 114,500، دي ألف، ب 113,500، ج 112,500، د 111,500.
ما حدش عايز يجاوب يا شباب؟ إذا كان البنك صانع مستصنع والعقد مع الصانع الأصلي بمبلغ قدره 700 والعقد مع العميل ب 850 ألف، أنا كررت مرة تانية أهو. إذا كان البنك صانع مستصنع والعقد مع الصانع الأصلي بمبلغ 700 ألف والعقد مع العميل أو المشتري بمبلغ 850، وبلغت نسبة الإنجاز في السنة، مدة العقد سنتان، وبلغت نسبة الإنجاز في السنة الأولى 75%، في هذه الحالة يكون ربح السنة الأولى نقط ريال، مية ألف 114,500، ب 113,500، ج 112,500، د 111,500. ال150,000 دول كلهم ربح، واخد بالك؟ فكلام حضرتك صح، بس عايزه ايه؟ يعني هنا 150,000 150,000 حد جاوبها صح، 112,500. هبعت لكم حضرات المصطلحات لانه قاعدين قدامهم على الوورد، هبعت لكم مصطلحات ان شاء الله عندي على الوورد، هبعتهم لكم على المنتدى. مش عايز اخركم عشان اكيد في محاضرات تاني فيها مراجعات. اي استفسار تحت امركم، وان شاء الله نتمنى لكم النجاح والتوفيق، ونراكم في نقولوا في اماكن العمل وحاصلين على الشهادات وبتقديرات مرضية لكم ان شاء الله. عندي اسئلة كتير والله، بس طب انا مديت اسئلة كتير، بقول لك عندي 450 اهم والله قدامهم. ان شاء الله 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 الاختبار كويس، وان شاء الله باذن الله يعني من جد وجد يعني اللي هيذاكر تمام ان شاء الله هيلاقي الامور ميسره وطيبه، ونتمنى لكم التوفيق باذن الرحمن. اختباركم يوم 9 باين، الله يبارك فيكم، وانا ادعو لكم بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقكم، وهذا المجهود يجعله في ميزان حسناتكم سعيا على العلم اللي هو 9/8 ان شاء الله. خلاص لو في اي حاجة يا شباب ارسلوها على المنتدى، انا من الان حتى يوم 9 يوميا اطالع المنتدى، لو في اي شيء ان شاء الله هرد عليكم في نفس نقولوا في نفس اليوم تمام، والليل واللي هو الليلة الصبح فيها الاختبار على المنتدى، لو في اي حاجة ارسلوها لنا. ان شاء الله نشوفكم في الزكاة من هذه الزكاة ان شاء الله. احد له استفسار يا حضرات، يا حضرات الخريجين، جزاكم الله خير، كنا معكم طلاب المستوى الثامن تخصص محاسبة في مقرر المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ووفقكم الله في حياتكم العملية، وإن شاء الله الاختبار تكونوا موفقين فيه وتوفقوا في كل المقررات بإذن الرحمن، وسعدنا بلقائكم في خلال الفصل الدراسي هذا، وأتمنى لكم التوفيق، وتفضلوا مشكورين، وفي انتظار أي استفسارات منكم على المنتدى حتى يوم الاختبار بإذن الرحمن. في حفظ الله، مع السلامة.